السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بحضراتكم معايا النهاردة في فيديو جديد على قناة مامة عالية. برحب بكم على القناة، ما تنسوش دعمكم ليا باشتراك للقناة ولايك للفيديو، بإذن الله يعجبكم ان شاء الله وتستفيدوا النهاردة. يا رب تكونوا في اتم صحة وحال. النهاردة بإذن الله عندي فكرة بسيطة وسهلة بتوفر مكان، انقذتني في حاجات كتير، الا وهي حاجات بسيطة جدا باسعار رمزية جدا من محلات الادوات المنزلية زي البولات الحلوة دي جدا اللي انقذتني النهاردة في تصفية عصير البرتقان. طبعا لان قشر البرتقان بيبقى كثيف وسميك فمش بينزل، فنفعتني جدا. نفعتني كمان في عصير الليمون، تقدري تصفي بيها اي حاجة حتى طماطم، فالقشريات او الالياف الخشنة دي هتنزل معاكي، هتتصفى كويس، مش هينزل اي بواي باذن الله، لكن منصحش بيها بتصفية عصير الجوافة. طيب انا كمان استخدمتها كمان في غسالة الاطباق، نظرا لان هي مفرغة او مخرمة من تحت كده، فبالتالي رشاشات المية بتقدر توصل لها كويس، وبتقدر يعني بلمي فيها معالق حاجات. لو عندك حاجات كتيرة غير السبك بتاع الغسالة، جميلة جدا هتنفعك يعني بصراحة منقذة. انا جبت منهم 3 الوان، وعلى فكرة انا كنت جايبة ده ب5 جنيه، يعني لو مكان ما هتكوني انت موجودة هتلاقيه ب5 ب7، اقل مش اقل من كده. فكرته حلوة وبسيطة ومش بياخد مكان، شيك جدا، وعملي تغسلي فيه خضار، تصفي بيه حاجة، تستخدميه في اي فكرة انت محتاجاها، مفيد جدا. محتاجة ادعمكم للقناة، لايك للفيديو، دعوة جميلة كده. يا رب ربنا يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.